دبلوماسيا، تحاول الجزائر تكثيف المشاورات مع شركاء أجانب إما سياسيا وحتى اقتصاديا قبيل موعد الرئاسية المقبلة في مساع هدفها إرسال تضمينات لعواصم مؤثرة في كبرى الهيئات الدولية. ويأتي هذا ضمن أسبوع دبلوماسي بامتياز بدأ بإفريقيا ثم مشاورات مع الكونغرس الأمريكية وانتهى في الشرق الأوسط إثر زيارة وزير الخارجية التركي. وفود أجنبية تصنع حركة دبلوماسية مكثفة بالجزائر عاشية الانتخابات الرئاسية، لقاءات مع أطراف إفريقية أمريكية وأخيرا تركيا، كل هذا تسبيقا لعرض قانون المحروقات الأحد المقبل في مجلس الوزراء بما يحمله من جديد بالنسبة لكبرى المؤسسات النفطية عالميا. ولها وهذه الدول لها مصالح متجذرة في الجزائر، خاصة البترولية منها إذا نأخذ أمريكا والأوروبيين والغاز والعلاقات الاقتصادية بين أوروبا والجزائر. إذن هناك عدة مصالح وحتى مصالح استراتيجية، مثلا موضوع الهجرة غير شرعية، موضوع التواصل مع الجزائر، موضوع التنسيق مع الجزائر الأمني غيرها. وفقا لقراءات المتابعين للشأن الدولي، فإن مقاربة المال والأعمال تفرض نفسها بين الجزائر وشركائها الأجانب في الوقت الذي تعرف فيه دول الجوار أوضاعا غير مستقرة تنعكس لا محالة على الوضع الاقتصادي. ضمنين يلعبوا ورقتين، الورقة الأولى أنهم يريدون أن يلعبون ورقة الحراك للضغط على الجزائر، والورقة الثانية يضغطون على النظام السياسي. إذا أردت أن ندعم المسار الانتخابي الرئاسي فعليك القيام بالتنازلات، ومن أكبر التنازلات ربما اللي يريدونها والجزائر أكيد راح ترفضها أنهم يريدون صفقات اقتصادية على حساب الصين، على حساب روسيا، على حساب وتكون الثقة لهم، وهذا مرفوض من طرف الجزائر خاصة في المرحلة الحالية. أهمية هذه الزيارات يكمن في توقيتها، فاللغة الدبلوماسية الدولية تسير بمنطق براغماتي خالص، ما يحيل إلى بحث مخارج المرحلة السياسية في البلاد وبناء توافقات سياسية واقتصادية على أساسها.